أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صدق الله العظيم. الله يخليك يا الحاج، شكرا الله سيدي. صدق الله العظيم. وإلى اليوم
ربك بغافل عما
جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل والأرض وإليه يرجع الأمر كله. صدق الله العظيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم Oh.
صدق الله العظيم. شيخنا سيد محمد فلان الله سيد محمد ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل صدق الله العظيم. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم صدق الله العظيم. لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم.
قال يوسف لأبيه يا أبت إذ قال يوسف لأبيه يا أبت صدق الله العظيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. صدق الله العظيم. قال يوسف لأبيه يا أبت قال يوسف لأبيه يا أبت صدق الله العظيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. صدق الله العظيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك صلى الله عليه وسلم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم صدق الله العظيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. صدق الله العظيم. فَلَمَّا قَضَى مِنِّي وَأَنْتَ
أنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وهم لا وتركنا يوسف عند متاعنا. صدق الله العظيم. وجاء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما
صبر جميل صبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. قالوا يا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولو كنا صادقين وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صدق الله العظيم. صبر جميل فصبر جميل والله
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يحملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا صدق الله العظيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على صدق الله العظيم. والله غالب على أمره على أمري ولكن أكثر الناس لا على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين آتينا وعلما وكذلك نجزي سنين وراودته التي هو في بيتها
ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولم وكذلك نجزي المحسنين آتيناهم حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله صدق الله العظيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت
الجواب قالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب قالت هئت لك قال معاذ الله ولما بلغ أشد آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن
أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. قال لي
وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. حاش لله ما هذا بشرا. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك إن هذا إلا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلنا حاش لله إلا ملك كريم.
ترى واتبوا عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما قلت وأحكمت فيما أنزلت. استمعنا وإياكم خاشعين لله عز وجل. آيات بينات لا علامة سمع من حضرتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عبد الله السجع المقيم بزاوية حمور مركز ومدينة الدلنجات. فكل من جانا بالعزاء فكان سعيه مشكور والبقاء لله وحده.